الضعيف المسكين من الشيوخ اللي قاعد بصفه، لكن السمين من الشيوخ اللي قاعد جوارين. فويا ابغى اسمك كل ما تقولون قليل قايلين. انا راح اعدد المهمات من عدها. عندكم السكته القلبيه، ما اقول لك الاسمان يسوون سكته قلبيه بس، الضعفاء عندنا يسوون سكته قلبيه، لكن نسبه الاسمان اللي يسوون سكته هواي اكثر من الضعف. تصلب الشرايين، مسائل الشرايين للاسف الشديد بالسمان اكثر، زياده دهون الدم بالسمان اكثر، السكته او الجلطات الدماغيه والقلبيه بالسمان اكثر، ونتيجه هالمصايب هاي كلها عمر السمين يكون اقل من متوسط عمر الرشيق. بعدين عند شنو وزن زايد، الوزن الزايد ايش راح يصير؟ يضغط على المفاصل، المفصل اللي الله خلقه حتى يشيل 80 كيلو، مفصل الركبه انت ركبتي عليه 180 كيلو، ركبتي عليه 150 كيلو، طبيعي هذا راح يحتك ويصير عندك احتكاك مفاصل، يصير عندك اوجاع. الفقرات مالتك الله خالقها 70 80 90 100 كيلو، انت ركبتي عليه 150 كيلو، قطعا راح يصير ضغط على الفقرات، انزلاق فقرات ساحتك. زين الوزن الزايد راح يصير عندك فتك جدار البطن، الوزن الزايد يسوي حصات صفراء، الوزن الزائد الاضافي يسوي عجز بالتنفس، تشوفه يصعد له طابق واحد يلهث 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 يلهث، او الرشيق او النحيف اصلا ما يلهث حتى لو عدل 3-4 طوابق. اكثر اللي ياخذوا داء السكري بدينين، فالبدانه والسمنه تعتبر اهم عامل لسكر رقم 2. طبعا رقم 1 لا، ذاك اختلال في تنظيم البنكرياس، ذاك اصلا ما له علاقه بالوزن على الاطلاق، فدنوب البنكرياس يبطل ما يشتغل، ذاك يسموه تايب 1 يعني النوع الاول، النوع الثاني هو اللي على اثر اختلالات بعمل الانسولين يصير. فعلى هالاساس داء السكري واحده من عواملها السمنه، لذلك السكري دا يزداد في العالم يوما بعد يوم لازدياد عدد البدينين. هسه السكري شو تسوي؟ انت من العين تلزميه تعمل عين الى ان توصل رجل، فكل شيء يطلع من السكري، فاذا السمنه اساس المصايب هاي كلها. ان شاء الله تروحون باتجاه الرشاقه وتحافظون على الرشاقه في سبيل سلامتكم وطول عمركم، نستودعكم الله والى فيديو قادم.